انت يا طنط؟ ايوه يا بنتي، ده حقها الشرعي ونصيبها من جوزها، وحرام عليا لما احرمها منه. تقومي تجيبيها تعيش معاكي هنا؟ وفيها ايه؟ اللي كنا بنتخانق عليه خلاص مات، هنعمل مشاكل على ايه؟ صراحة يا طنط انت قويه قوي انك تستحملي وضع زي ده. بالعكس، ده انا ضعيفه قوي، لكن ايماني بالله هو اللي بيقويني، بيهون عليا حاجات كتير قوي وبيصبرني على اللي انا فيه. واهو كلنا رايحين يا بنتي. ربنا يديك الصحة وطولت العمر يا ماما. تعيش يا بنتي. طيب هقوم اطمن على عمر اشوفه صحي ولا لسه. بصراحة عندها حق تستغرب، الوضع لأي حد يشوفنا من بره غريب جدا. ملناش دعوة بكلام الناس، ده لا بيجيب ولا بيودي، خلينا في حالنا يا بنتي، ملناش دعوة بحد. هي فعلا دراسة وافية، بس انتم مش شايفين ان مبلغ 10 مليون ده مبلغ كبير؟ يا سعد بيه، كل التفاصيل تم بحثها بكل دقه، ودي اقل ميزانيه فعليه ممكن تتعمل لمشروع زي ده. المنتجات بتاعتنا محتاجه لدعايه، ده غير ان المصنع حالته تعبانه وعندنا اكتر من 10 ماكينات عايزين احلال وتبديل، وفي بعض المنشات محتاجه لترميم. وبالنسبه للعمال اللي احنا هنسرحهم عشان نقلل ميزانيه التشغيل، لازمهم مكافآت. كمان مكافآت يا باشا؟ احنا مش عاوزين شبشره، يعني لازم نستغنى عن بعض العمال ونوصل لهم مكافآت عشان ما يعملوش وقفات احتجاجيه واعتصامات ويشنهوا علينا في السوق. احنا محتاجين للسمعه الكويسه سعد بيه، احنا بنشتغل في بورصه، يعني تتاثر من الهواء الطاير. يا اما في حل تاني. ايه هو؟ نرجع للحل الاولاني، نعرض الاسهم للبيع. ونبيع بخساره؟ سعد بيه، ما انا قلت لحضرتك خساره قريبه ولا مكسب بعيد. لا لا، تعودت شهرب من المواجهة. يعني سعادتك موافق تدفع ال 10 مليون؟ والتشغيل لو تم بخطتكم، دورة رأس المال هترجع لنا بعد قد ايه؟ زي ما هو واضح قدام سعادتك في الدراسة، سنة بكتير. سنة واحدة بس؟ يا باشا ده بسكوت، يعني كل أطفال المدارس هيحبوه، ده غير إننا عاملين خطة للدعاية نجذب بيها الصغيرين والكبار كمان. توكلنا على الله. ما دام كده بقى، يبقى سعادتك تفتح لنا اعتماد ب 10 مليون عشان نبدأ نتحرك. لا، في الوقت الحالي مش هقدر اديكوا غير 5 مليون بس. ايوه بس دول 50% من السيوله المطلوبه للمشروع. يا سيدي مشوا حالكوا دلوقتي لغايه ما ادبر اموري. يا باشا ال 5 مليون دول ممكن يمشونا 6 شهور بس، واكيد بعد كده هنحتاج فلوس تاني. ما تقلقوش، ان شاء الله قبل الست شهور ما يخلصوا بقيه المبلغ هيكون عندكم. حلاوه حلاوه حلاوه. انت تقعدي ولا ايه؟ ايه؟ يلا يلا يا بت، قومي هزي شويه كده. والنبي مش قادره يا سي مختار. لا 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 لا، الا الكسل ده بقى، هنكسل.